على قصة ختم الأختين مروة وابتهال لكتاب الله ضمن مخيمات النهضة بالقرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمعكم أختكم في الله ومحبتكم فيه بإذن الله تعالى الطالبة الشيبي مروة عبير، أبلغ من العمر 20 سنة، أدرس بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بركات أبو جمعة، اختصاص تسيير موارد بشرية. رحلة خاتم نحو العلا. معكم الطالبة شيبي ابتهال نور الإسلام، أبلغ من العمر 17 سنة، طالبة سنة ثانية ثانوي، تخصص تقني رياضي هندسة الطرائق. رحلة خاتم نحو العلا. بدأت رحلتي مع القرآن الكريم منذ صغري، حيث كان عمري 8 سنوات التحقت بالمدرسة القرآنية مسجد أمنا خديجة رضي الله عنها، وبدأت حفظ القرآن على يد مرشدتي بن أحمد حبيبة حفظها الله. بعد ختمي لنصف القرآن الكريم بدأت في تلقي وتلقين أحكام التلاوة على يد مرشدتي رمضاوي عائشة حفظها الله. كانت مدة ختمي دامت 8 سنوات حيث بسبب انقطاعات وبسبب تغييرنا لمكان السكن. التحقت بالمدرسة القرآنية علي بن أبي طالب ووصلت حفظ كتاب الله، حيث حفظت فقط 5 أحزاب. بعد ذلك رجعت إلى المدرسة القرآنية أمنا خديجة وأكملت مشواري مع حفظ كتاب الله، حيث ختمت في سن 16 سنة وأكملت حفظ كتاب الله كاملاً إتقاناً وأحكاماً على يد مرشدتي بن أحمد حبيبة حفظها الله. كان أول اللقاء لي بمشروع النهضة بالقرآن الكريم في مسابقة مزامير الثورة سنة 2018، حيث ضمت هذه المسابقة كل الجنوب الجزائري، وبفضل الله تحصلت على المرتبة الثانية على مستوى الجنوب الجزائري. بعدها انتقلت إلى مرحلة دورة تكوين المعلمين، حيث التحقت بدورة تكوين المعلمين التي نظمها مشروع النهضة بالقرآن الكريم. إذا عددنا فضائل القرآن الكريم في حياتي فحقاً لم نوفيها حقها. القرآن الكريم فضل كبير في حياتي من كل النواحي، من ناحية الأخلاق، من ناحية الدراسة، من عدة نواحي، من ناحية حب الناس وحب طلبتي لي، حقاً فضله جد كبير في حياتي. لم يتوقفا الأختان مروة وابتهال عند حفظ كتاب الله، بل عكفتا معاً على تحفيظ وتعليم القرآن الكريم للغير ليحوزا معا على الخيرية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من الشيطان الرجيم. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعرفت على مشروع النهضة بالقرآن الكريم عن طريق مسابقة مزامير الثورة التي كانت هنا في ولاية بشار، كانت تضم جميع ولايات الجنوب الجزائري، فشاركت في المسابقة وكان لي الشرف أن أحصد المرتبة الأولى وعمرة إلى البقاع المقدسة رفقة والدي حفظه الله، حيث كان للوالدين فضلا كبيرا في مسيرتي القرآنية، خاصة الوالدة كانت دائما تصر وتوصلني إلى المدرسة دائما، وأبي كان يدعمني ماديا ومعنويا، حيث أنه كان دائما يسافر بي ويوصلني لأتلقى وأحكام التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رحلة خاتم نحو العلا عين الفخار شق طريقه بين الملا نحو الوقار رحلة خاتم نحو مروة في السن 16 كانت ختمت كتاب الله ثم تليها أختها ابتهال ويعني الحمد لله رب العالمين وكان الفضل يعني الفضل الكبير في الحقيقة كان الأم نتاعهم الوالدة نتاعهم أنا يعني مع الشغل ومع العمل ومع السفر ومع كذا يعني شوية كان الوقت يعني ما يسمحش ولكن الفضل الكبير كان يعود للأم تاعهم والحمد لله يعني كانوا هما راسهم عندهم حب يعني في تداول للمسجد الحمد لله أن الله شرفني بختم كتابه الكريم حيث أن لحظة الختم كانت جد ممتعة حيث أن لاحظت دموع الفرح على الوالدين الكريمين وحققت أحد أهدافي وأهداف الوالدين أنهم يوصلوني إلى مرحلة ختم كتاب الله سبحانه وتعالى ولله الحمد حمدا طيبا مباركا أنه اصطفاني لأكون من حفظة كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل لمن أراد أن
يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صدق الله العظيم. النادي طفولة النجاح تابع لجمعية إعادة الأطفال المصابين بداء السرطان، والأستاذة مروة درس عندنا هنا كمرشدة متطوعة، درس التلاميذ الفتيات القرآن وهي أستاذة خالقة، ودرسهم جيد وحافظة الأحكام وحافظة القوانين تاع القرآن غاية، ومنتظمة في الوقت نتاعها، تجيهم في الوقت ودائما مصابرة معهم ودرسهم، وتنشط معنا ما في الجمعية وتنقل معنا في جميع النشاطات الجمعية، ونشطة في عدة مجالات. كلام الله نما فينا بنهضة روح ومعينا، صبت في القلب لتسقينا، تزدنا هديا ويقينا. رحلة خاتم نحو